في قبل كده أي نوع من أنواع السياحة الأجنبية؟ ألاقي يعني كان على استحياء بعض السياحة العربية بتبقى موجودة في الساحل الشمالي، ألاقي دلوقتي موجود في الساحل الشمالي جنسيات حدث ولا حرج، 104 جنسية بتطأ أقدامهم مدينة العالمين الجديدة. مبسوط إن في المكان ده بكل الحداثة والتمدن والجودة والتألق اللي موجود فيه على أعلى المستويات فيما يخص الإنشاءات وفيما يخص الطرق وفيما يخص كل حاجة والبنية التحتية، إن البعد الاجتماعي حاضر فيه وبقوة. ناس كتيرة جدا لما بتكلم وبقول، حتى امبارح كنت داخل في نقاش على منصة اكس مع بعض من أهلنا وحبايبنا وأخواتنا، فهم مش مصدقين لما بقول لهم ان الاسعار رمزيه وان هنا في وفي وفي، فبيقولوا يا عم اسعار رمزيه، ما انتوا ساعات كتيره بتبقوا بتقولوا كده ان الاسعار دي رمزيه بالنسبه لكم. يا جماعه احنا مش منفصلين عن الواقع، احنا في الاول في الاخر احنا كلنا يعني احنا مش عايشين في كاليفورنيا، ما احنا عايشين في مصر وشايفين الدنيا وعارفين كل التفاصيل، وكل واحد فينا في بيته بيمر بكل التفاصيل اللي ممكن اي حد ممكن يكون بيمر بيها في اي بيت مصري عادي جدا. لما بتكلم على اسعار رمزيه، او اللي نفسي اوصله للناس انه يكونوا شايفينه وعارفينه هنا، ان هنا في كل حاجه. عايز تصرف كتير هتلاقي مكان تصرف فيه كتير وتاخد بريميوم سيرفيس، يعني ريد كاربت سيرفيس زي ما بيقولوا. عايز تصرف بالمتوسط هتلاقي، عايز تصرف باللي ما فيش خالص هتلاقي. تقول لي طب ازاي ما فيش خالص؟ هقول لك بعض الامثله البسيطه جدا. في ممشى 14 كيلو، الممشى ده انت منك للبحر، يعني انت ماشي كده، انا اسف يعني ان انا اعمل، انت ماشي كده على يمينك، ولو عملت كده هيبقى على شمالك الحته دي كلها ممشى بطول 14 كيلو، انت شايف البحر. طول ما انت ماشي في كراسي واللي هي الحاجات المبنيه بالرخام الثابته دي، لو انت جايب معاك اكلك وشربك هتقعد هتشوف البحر وهتشم شويه هواء نظيف ومش هتتكلف تعريفه. طب انت عايز تصرف شويه هتلاقي في كيوسكس موجوده بتبيع شاي وقهوه وبيع عصاير وبيع حاجات ساقعه وبيع اكل خفيف، لو انت عايز تصرف تجيب حاجه تشتريها وتقعد تاكلها. طب انت عايز تصرف اكتر شويه هتروح تصرف في مكان ريستورنت ولا كافيه ولا حاجه هتقعد فيها. طيب انا عايز اخش شاطئ من اسكندريه لمطروح ما كانش فيه في الساحل الشمالي مكان تقدر تشوف فيه البحر او تنزل فيه البحر من غير ما تدفع فلوس، عن طريق ان انت يا اما بتخش تدفع رسم، يعني بتروح رسم دخول في شاطئ، او ان انت يكون عندك شاليه سواء مأجره او مشتريه مكان يعني في احدى الكرة. هنا انت عندك شاطئين بالمجان بتخش بدون اي رسم دخول، بتتكلف بس تكلفة الشمسية او الكراسي اللي انت بتأجرها عشان تقعد، وبتكلفة رمزية جدا يعني بارقام بسيطة جدا، وبالتالي بقيت خلاص عندك حتة البحر مقضية. طب انا عايز اشتري حاجات اللي انا شفته هنا، دخلت سوبر ماركت انا بخش في القاهره، اسعاره في القاهره هي في الموجوده في مدينه العالمين الجديده، وده عاده ما كانش بيحصل. دايما كنا متعودين لما بتخش اي سوبر ماركت في الساحل الشمالي من اسكندريه لمطروح دايما بتلاقي الاسعار فيه الدبل وساعات التريبل، نتيجه ان هم بيفتحوا موسم قليل اللي هو موسم الصيف. طب انا يا عم مش عايز اخش السوبر ماركت ده، انا اصلا ما بخشوش في القاهره لان اسعاره غاليه، انا بتكلم معاكم بمنتهى الصراحه يعني. فهتلاقي في السوق القديم بتاعت مدينه العالمين القديمه، سوق شعبي زي اي منطقه شعبيه تعرف تجيب منه حاجتك كلها بتكلفه بسيطه. طيب انا مش هقدر، انا عايز اجيب او اخش اوتيل بتكلفه كبيره واقيم فيه في العالمين الجديده موجود، طب عايز اوتيل اقل شويه موجود، طب انا عايز اجيب اخد شقه جوه العالمين الجديده واجرها موجود، طب لا دول غاليين يا عم عندي. هتلاقي على الطريق بره على بعد مفيش 10 دقائق من مدينه العالمين الجديده شاليهات وشقق باسعار اقل بكتير. فاللي اقصده ان بقى في متنفس من خلاله، طبعا ده غير بقى الفعاليات اللي موجوده على المنطقه الترفيهيه والشاطئيه اللي هي بتاعت الاطفال، عندك كيدز اريا ببلاش. طب انا عايز احجز ملعب كوره، هتلاقي اسعار حجز ملعب الكوره من 150 هو والبادل والباسكت 150 300 جنيه، اللي هي اقل من الاسعار اللي انت ممكن تكون بتحجز بيها في القاهره، او تقريبا نفس الاسعار اللي هو مثلا لو 10 هيلعبوا هيدفعوا كل واحد 20 30 جنيه في الساعه عشان يأجر، اللي هو نفس الرقم تقريبا اللي بيدفعه في القاهره، وممكن يكون بيدفع في القاهره اغلى من كده. وانت بتلعب في ملعب بقى مش عايز اقول لكم، يعني بتلعب في ملعب البحر قدامك، حاجه كده تشرح القلب زي ما احنا بنقول. فالمقصود من الكلام انه بقى فيه متنفس للاسره المصريه ايا كان
يعني الخلفيه الاجتماعيه او الثقافيه او الماديه بتاعتها على حسب الميزانيه اللي هي حطاها، ان هي تقدر تيجي تقعد 3 4 ايام في الساحل وفقا للميزانيه اللي هم يقدروا عليها ويقدروا يدفعوها خلال او من او وفقا لظروفهم المعيشيه والماديه. ده ما كانش موجود قبل كده في الساحل يا جماعه. انت في الساحل قبل كده عشان تحط التفاصيل والبنود اللي بقول لك عليها دي، لا هتعد معاك وهتعد معاك كتير. فلما انا اكون شايف ان مدينه بهذه الحداثه والتمدن والجوده وابديتد بكم الابراج على فكره اللي بيشوف الابراج دي وبيشوف الكلام ده ما بيصدقش ان الكلام ده ممكن يكون موجود، وبيخاف يكش يقول لك يا عم لا بالابراج دي وبالشكل اللي احنا شايفينه ده وبالتفاصيل اللي معموله دي، ده احنا عايزين لنا يعني ملايين عشان نعرف نيجي في المكان ده. اللي عايز يعمل كده اه موجود انه يقدر يعمل كده لو هو معاه يدفع ويكسب البلد ويكسب الناس اللي شغاله هنا، تمام. بس الميزه بقى والحاجه الحلوه ان حتى اللي معهوش الكلام ده وعايز يصرف على قده هيلاقي نفسه مكان، وهيلاقي نفسه مكان محترم يتبسط فيه ويقضي فيه اجازه حلوه هو وعياله واهل بيته في مدينه العالمين الجديده. نطلع